مرحبا بكم متابعي قناة هل تعلم. مرحبا أعزائي المشاهدين متابعي قناة هل تعلم. اليوم سنطلعكم ونخبركم كيف كانت الهند قبل 1000 عام، كم كانت عظيمة. اليوم سنخبركم بمعلومات عن تاريخ الهند العريق منذ آلاف السنين ستجعلنا ننبهر. نحن جميعا نعيش في رغد الآن، فلكل مشكلة يوجد حل. إذا شعرنا بالجوع يمكننا طلب الطعام إلى المنزل، إذا أردنا الذهاب إلى محافظة أخرى يوجد قطار، يوجد مذياع لسماع الأغاني، لو أردنا الذهاب إلى قارة ثانية يوجد طائرة، كما أن الهاتف الجوال أصبح متاحاً فيمكننا التحدث لمن نريد وقت ما نريد. بالطبع لم يفكر أحد منا كيف كان يعيش الناس قبل آلاف السنوات دون تواجد كل هذه الوسائل. اليوم سنأخذكم في رحلة تاريخية وسنلقي الضوء على بعض النقاط الهامة. سنعود بالتاريخ 100 عام إلى الوراء وقتما كانت الهند مختلفة تماماً عن وقتنا هذا، وكان داخل حدودها العديد من الدول مثل أفغانستان وباكستان ونيبال وتمبت وبوتان وبنغلاديش وميانمار وإندونيسيا وكمبوديا وفيتنام وماليزيا وتشاوا وسوماترا والمالديف والعديد من الدول الأخرى. نعم بالفعل كان لكل دولة حاكم، إلا أنهم في نهاية الأمر كانوا يخضعون تحت سيطرة الحاكم الهندي. في وقت كان يحكم شبه القارة الهندية الحاكم سمرات أشوك الذي ظل يحكمها ما يقرب من 100 عام، والذي في عصره قام الإنجليز بالسيطرة على البلاد في فترة كانت بها البلاد عظيمة ومختلفة. سنخبركم بالتفاصيل. الزي الرسمي للبلاد. كان الزي الرسمي للبلاد من قبل كما ترون، كان الرجال يرتدون زيا على الخصر بهذه الطريقة، وكان البعض منهم يعقده بهذه الربطة من الخصر، والبعض الآخر يلف العمامة على رأسه، ولم يكن هناك منهم أحد يطلق لحيته، وظل هذا هو الزي الرسمي للرجال لمئات السنوات. بينما النساء كن يرتدين الملابس القصيرة فوق الركبة، ومنهن من كانت ترتدي الحجاب فوق رأسها للحماية من أشعة الشمس الضارة. معظمهم من النساء كانوا يظهرون أجسامهم من الملابس، حيث كانوا يحبون ارتداء الأزياء وغيرها للزينة تقليدا للشعب الأوروبي والأفغان. وبدأت ارتداء النساء للساري الهندي في عام 600 الميلادي، حيث كانت النساء من الطبقة المتوسطة يرتدون الساري السلك، والأغنياء يرتدون من الحرير. وبدأت النساء بارتداء الزي الإسلامي في عام 1000 ميلاديا، بينما كانت النساء تفضل لبس الساري فكانوا يصنعونه من أغلى وأفضل الأقمشة على الإطلاق. كان الأطفال حينذاك لا يرتدون زيا مخصص، فقط قطعة من القماش تستر عوراتهم ليس إلا، وعندما يبغون يبدأون بارتداء القميص ويتبعون أباءهم، وبالنسبة للفتيات يبدأون بارتداء الساري. عدد السكان. كما نعلم أن الهند الآن ثاني دولة في العالم بالنسبة لعدد السكان بعد الصين، كانت في البداية قبل آلاف السنوات يبلغ عدد سكانها فقط 3 ملايين نسمة. وقتها كانت أوروبا فقط هي القارة الوحيدة التي يقارب عدد ساكنيها عدد سكان شبه القارة. الزراعة. كانت الهند من دول العالم الأولى في الزراعة، حيث كان معظم ساكني الهند يعملون بهذه الحرفة ويورثونها عن أبائهم وأجدادهم، ويعملون فيها بجد واجتهاد، ويساعدهم في ذلك الأنهار المتوافرة والأرض الخصبة. وبسبب عمل الناس بهذه الحرفة أصبحت من عاداتهم النوم والاستيقاظ مبكرا. المدن. فكل حديثنا السابق كان عن القرى والمحافظات الصغيرة، الآن سنحدثكم عن المدن الكبيرة. فحياة المدن تختلف تماما عن حياة القرى، حيث يتوفر فيها العمل بسهولة، وذلك بسبب أن قاطنيها كانوا من الطبقة العليا الذين لا يحبون العمل بأنفسهم، فيقومون بتأجير العمال وغيرهم ليكونوا في خدمتهم على الدوام. ولذلك أصبح أهل القرى يهاجرون إلى المدن ليتولوا وظيفة ثابتة أفضل لهم من حياة القرى التي لم يكن بها ذلك التطور المتوفر في المدينة الكبيرة. ولكن بعد الحملات الإنجليزية على الهند قضوا على حياة هؤلاء العمال والموظفين يوما بعد يوم، ولذلك عادوا بعد هذا الحدث إلى بلادهم الأصلية لكي يجدوا على الأقل مسكنا آمنا لهم في ظل تلك الحرب التي نشبت حينها. وسائل النقل والمواصلات. كانت وسائل النقل صعبة للغاية في بداية الأمر، ولهذا كان الناس لا يستطيعون السفر لمسافات طويلة، ولكن بالتدريج أصبح هناك عربات بالأحصنة وغيرها والتي جعلت السفر أسهل من بادئ الأمر، طبعا ليس بالنسبة ليومنا هذا بل بالنسبة لمن كانوا في تلك الحقبة الزمنية.
الإيرادات. إذا كنت تعتقد أنه لم يكن للهنود أي دخل في ذلك الوقت، فهذا اعتقاد خاطئ للغاية، حيث أن الناس كانوا يجدون طرقاً متعددة للدخل، منها الزراعة والصناعة والعمالة وغيرها، ولهذا كانت الهند عظيمة منذ ذلك الحين وفي جميع العصور، سواء في عصر محمود الغزوني أو تيمور لانغ. لكن بدأ تدهور وضع الهند في عهد الإنجليز. أعزائي المشاهدين، إذا أعجبكم الفيديو فقط قوموا بضغط زر الإعجاب وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.